انطلاقة الرائعة وبداية أشواطنا النقدية هنا في مهرجان فارس الخليج للهجن العربية الأصيلة هنا بميدان المرموم في يوم الثلاثاء 18 من شهر نوفمبر لعام 2014 للميلاد. نسير على البركة وننطلق وناخذ اللي في المركز الأول والصدارة أيضا. هناك الصدارة والمركز الأول من أيضا تأتينا الشاهينية أو تصل في المركز الأول الوصول من دولة لخالد بن حمدان بن غانم الفلاحي أو حاملة الرقم 7 بالفعل هي من تأتي على مقدمة هذا الشوط. نقلتنا مباشرة للمركز الثاني الوصول من سمحة خليفة بن علي بن خليفة الرميثي من وصل إلى أيضا المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من صوغة سعيد بن علي بن غصنة وصل في ثاني المراكز. الوصول على المركز الرابع وصول من الطيارة يابر بن راشد بن محمد الهايري وصل راعي الطيارة وصل أيضا هنا يقدم هذا الاسم والمنطلق من خلال هذه المنافسة هنا أيضا القادمة اللي هي الطيارة وصلت في هذه اللحظات. وهنا الوصول من حاملة الرقم 7 بالفعل الشاهينية حي بن خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي تأتي على المركز الخامس والمركز السادس. وصلت في هذه اللحظات وصلت الخوارة هادي بن سعيد بن جمهور الأحبابي وصل على المركز السابع. المركز الثامن من الجانب الآخر اللي تدخلت في هذه اللحظات ايضا تحمل الرقم 34 ديمومة بالفعل عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني اللي وصل في هذه اللحظات. الجانب الاخر ايضا صوغة رغش بن طبازة بن الدودة العامري اللي وصل في هذه اللحظات. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام العودة الى المقدمة العودة الى منحاف محمد بن سالم بن مكتوم الي نيبي ياتي على ايضا المقدمة والصدارة والمركز الاول. هناك مع الي نيبي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط بينما اللي في المركز الثاني وصلت هناك سمحة خليفة بن علي بن خليفة الرميثي بدأ يتدخل مع سمحة أيضا على ثاني المراكز. الجانب الآخر اللي وصلت وتدخلت من الجانب الآخر اللي هي مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام إذن اللي تدخلت في هذه اللحظات اللي وصلت شاهينية حي بن خلفان بن محمد الهاملي وصل. وهناك عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني يقدم أيضا. إذن ديمومة القادمة في هذه اللحظات هنا والمنطلقة من خلال شعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الهاجري اللي وصل في هذه اللحظات. أيضا رغش بن طبازة بن الدود العامري يقدم انطلاقة رائعة أيضا جميلة من خلال تواجد هذا الشعار. ولكن تدخلات شعار بن غصنة من الجانب الآخر اللي هي وصلت صوغة سعيد بن علي بن غصنة العامري اللي تدخل من الزاوية الصعبة الزاوية اليمنى. وهنا شعار الهاجري القادم من خلال تواجد من حافة أو طيارة يابر بن راشد بن محمد الهاجري وصل في هذه اللحظات الجميلة هنا أيضا الخوارة هادي بن سعيد بن جمهور الأحبابي وصل. أيضا شعار بن مصلح بالفعل يبحث عن الناموس يبحث عن الفوز والانتصار. العودة إلى الصدارة العودة إلى المقدمة العودة إلى المركز الأول. هناك أيضا شعار عن صيبة من يقدم صوغة رغش بن طبازة بن الدودة العامري يأتي بهذا الاسم وينطلق من خلال تواجدها. ولكن هنا ديوم من تأتي على المركز الثاني عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني وصل على المركز الثاني. شعار لينيبي يأتي مع منحاف محمد بن سالم بن مكتوم لينيبي يأتي على المركز الثالث مقدما لهذا الاسم.
الحسم ومنطلقة من خلاله للمنافسة والفوز والانتصار. الوصول هنا الوصول 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 من خلال تواجد الشاهينية حي بخلفان بن محمد بخلفان الهاملي، ولكن شعار أيضا نهال الساد قادمين مع شاهينية أحمد وسالم بسهيل بالشرج العامري. وصل بسهيل في هذه اللحظات ليقدم هذا الشعار والبحث عن الناموس والفوز والانتصار. القادمة هنا أيضا اللي هي سلهود محمد بن جعفر بن مرخان بدأ يتدخل من عمق الميدان، بينما الدخول من الضبي لعلي بن خليفه بن عبد الله الرميثي وصلت في هذه اللحظات، وصلت سرابه ايضا في هذه اللحظات، والقدوم ايضا من النصيبه سعيد بن منانه بن غدير. وصل 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 الله، شوفوا هذه الاسماء، شوفوا هذه الاسماء، شوفوا هذه الانطلاقات، ولكن صوغه هي من تصوغ كلمات الناموس والفوز والانتصار هنا في مهرجان فارس الخليج الذي يقام على ايضا تحفه ميادين السباقات ميدان المرموم. العودة إلى صوغة، صوغة على المركز الأول، صوغة على الصدارة أيضا رغت من طبازة بن الدود العامري، بينما المركز الثاني وصلت سلهودة السلالة الصوغانية. يأتي محمد بن جعفر بن مرخان يقدم هذا الاسم، ولكن الله 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 شعار عيناوي تميز أيضا تدخل في هذه اللحظات. قدمت الشاهينية أحمد بن سالم بسهيل بالشرجي العامري، وصل أبو سهيل، وصل أبو سهيل ليقدم هذا الاسم، لينطلق مع هذا الاسم، ولكن الوصول الوصول من الظبي علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي من القادمة. عادت 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 في هذه اللحظات ديوم، ديوم لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، وصلت ديوم. يا سلام يا سلام، الله 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 الله، وصلت 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 اللي هي في هذه اللحظات الخوارة مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. أول نداء للخوارة، وصل المزعج عتيق بن قريع، وصل ليقدم الخوارة، ولكن من المتدخلة؟ من المتدخلة؟ وصل عاشق سلالة مهيض، وصل في هذه اللحظات لياتي عبد العزيز بن جار الله بن حمد بن سالمين المري يقدم الشبلة، فزت الشبلة من القبلة بعد ما دارت الدورة. الله 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 الله، الشبلة 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 والخوارة، الشبلة الشبلة على الصدارة على المركز الأول والخوارة. هناك مبارك من محمد بن زايد المطوع الخيارين وصوغة رغش من طبازة بن الدود العامري، ثلاثية رائعة. جولة الأوامر النهائية، حرك يا بن سالمين، حرك يا المري، حرك وروح مع الصدارة، روح مع الشبلة على المركز الأول، ولكن هناك الخوارة وهناك صوغة، أسماء تعلقا بالماضي لياتن هنا في حاضرنا الرائع والجميل. المركز الأول الشبلة، الشبلة الخوارة صوغة، ثلاثية رائعة. خط النهاية أيضا يقف مرحبا بهذه الأسماء هنا في أول أشواطي أيضا النقدية، ولكن الشبلة الشبلة على صدارة عبد العزيز بن جار الله بن حمد بن سالمين المري. تهانينا والناموس وسلام يا الشيحانية، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت صوغة لرغش من طبازة بن الدود العامري، المركز الثالث وصلت فيه الخوارة لمبارك بن محمد بن زايد الخياري، المركز الرابع وصلت فيه سلهودة محمد بن جعفر بن مرخان، المركز الخامس كانت ديوم لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. هكذا النتيجة وهكذا كان التنافس القوي والتحدي المثير. العودة إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، لحظات وصول الشبلة، تهانينا والناموس أيضا لمالك الشبلة بتسع دقائق 29 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. التحية أيضا لعبد العزيز بن جار الله بن حمد بن سالمين، تهانينا والناموس على فوز الشبلة. المركز الثاني تسع دقائق أيضا 30 ثانية وفاين وتماما وكمالا صوغة رغش من طباز بن الدود العامري. المركز الثالث وصلت الخوارة أيضا من قدمت عرض رائع وجميل. هنا في المركز الثالث تسع دقائق 30 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا لمبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، التحية لعتيق بن قريع، تهانينا والناموس لكل الفائزين. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، الانطلاقات مستمرة وهكذا تستمر.